التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يتعرض له قطاع غزة يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. وأكد الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، أكد حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت التشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم والرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمسؤولي مجموعة ميرسك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة الأريترية في زيارة يحمل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسها. وأفادت الخارجية أن الرسالة تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزير شكري جلسة مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية في دولة أريتريا عثمان صالح بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والوضع في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي. صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين هجمات قوات الحوثي بالبحر الأحمر، ودعا المجلس إلى وقف فوري لتلك الهجمات على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر. من جانبه قال المندوب الروسي بمجلس الأمن إن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون فرض حلول أحادية، مشيرا إلى أن التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر. من جانبه أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 40 دولة. أعلن البيت الأبيض أن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر التصعيدية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات، مشيرا إلى أن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشحن في البحر الأحمر. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. خلال جولة له في قطاع غزة، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القتال يدور في منطقة معقدة للغاية، مؤكدا ضرورة التعلم من الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية بعد فقد عدد لا بأس به من الجنود بين قتلى وجرحى. وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال أن هناك قتالا طويلا يشمل العديد من الجبهات ويتضمن الكثير من التحديات داخل القطاع.
אין כפר בלבנון, אין שסם בלבנון שאתם לא יכולים להיכנס. تنظر اليوم محكمة العدل الدولية وعلى مدار يومين الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا بشأن محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وطلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية. وخصصت المحكمة اليوم الأول لجنوب أفريقيا لسماع مرافعة فريقها، بينما ستقوم إسرائيل بالرد على هذه الدعاوى غدا الجمعة.